اللغة عماد ثقافتنا ونعلمها لأحبتنا. اللغة عماد ثقافتنا ونعلمها لأحبتنا. نعتز بها أبد الدهر. هي أبدا رمز حضارتنا. هي أبدا. هي أبدا. هي أبدا رمز حضارتنا. إذن كي ضم إليها لام كي انصب بالفتح ولا ترفع للشر حروف وحروف منها المعروف المألوف أستاذ الصح فعلمنا نريد بها الآن مرفوف من إلى في عن على حاشا عدا حتى خلا مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والباء واللام لعل 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 ومتى لام لما لام الأمر أرسم فورا قطع الأمر لام لما لام الأمر أرسم فورا قطع الأمر نعم نعم أرسم بالسكون إن لزم الأمر بحذف النون أبجد هوز حطي كلم بندار هو اسم علم بالكسر يجر وبالضم مرفوع أبدا محترم نعم 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 سهام إنني أنتظر ردك سهام السعادة أم المال؟ السعادة والسعادة معك أم مع المال؟ أظنها معي إذن أنا معك ربنا الله نبتة طيبة من غرس بدار تربعت على صخرة صماء ثابتة هي ابنتي وهي لأبيها ماذا يا وليد؟ هذا نوع من اللغو الفارغ من أي مضمون كيف؟ سيكون الأستاذ من الخجل بحيث ينسحب من ميدان السهام ولماذا أخجل؟ ولماذا أنسحب؟ أنت أكثر مني دراية في الأصول يا أستاذ الأصول إذا كنت تطلب إلي أن أنسى سهام فإنك تطلب المستحيل إذا كان في دنيانا مستحيل أنا غير راض ولن أرضى إذن تدبر لنفسك مأوى في غير بيت أبيك بدار أبي أبدا وكما قال عنترة هذا أوان الجد فاشتدي زيرا خطأ يا بدار الشعر للحجاج بن يوسف ربنا الله الموقف حرج تجاوز قليلا عن الخطأ أو عن شبه الخطأ إني تارك لكم الدار أيها المعتوه أيها المجنون أيها المغفل تقطعت أوصالي بحبالك الظالمة صبرا يا أبا حسون إنما لهذا أكثر من مبرر صبرا لقد أعطيتني المبرر الكافي لإزهاق أنفاسي يا أبا حسون صبرا اسمع 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 اسمع, 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 اسمع. أيه أي مصاب جلل أنت اسمع كل ما في الأمر أنني أردت أن أضمن عدم خروجك من دارك للإبلاغ عن سري أنا هذا كل ما في الأمر وتأكد من أنني سأزل لك العطاء وستكون مسرورا جدا مني ومتى تنتهي جولتك مع سرك خلال يومين على الأكثر
فصبرا يا أبا حسون، وها قد فككتك الآن من حبالك، فاذهب إلى النوم مرتاحا. لم يتبين جنونك خلال يومين فسوف أجن أنا. لا بأس لا بأس يا أبا حسون، اذهب إلى النوم الآن، اذهب. نوم؟ نعم. وأنت؟ أنا سأذهب إلى الخارج. إلى الخارج؟ لدي عمل هام يجب إنجازه. إنجازه؟ عمل هام إنجازه. تصبح على خير. وأنت من أهل الخير. إنجازه إنجازه. هل من رجل عاقل يغتبط لإفلات ثروة كبيرة من يدي؟ سهام، إنها ليست ثروتي ولم تكن من حقي في يوم من الأيام. ما الذي ضاع مني إذن؟ ما الذي فقدته؟ قد أصابك ضرر مروع نتيجة لذلك الالتباس. نعم، لا أنكر ذلك. وعلى فكرة، اللبس وليس الالتباس. حسنا، قد قضيت وقتا طويلا من عمرك لتطوير مدخراتك، حتى جاءت أخبار الثروة فأطلقت العنان ليدك وأخذت تنثر ليرات هنا وهناك. هنا وهنالك، هنا وهنالك. كيف ستتدبر أمورك الآن؟ يقول الشاعر يا سهام: ما كلف الله نفسا فوق طاقتها، ولا تجود يد إلا بما تجد. صدقت. والآن أظن أن دواعي الإشكال بيننا قد زالت تماما، وها أنا أمامك على حقيقتي الثابتة، مجرد أستاذ جامعي يعيش محترما براتبه ويدخر جانبا معقولا منه. أنا سعيدة بك. أرأيت يا أستاذ، أرأيت حسن عمك بدار في أصول التربية؟ نعم رأيت، وربنا الله. لا آمن جانبك يا أبا صخر إلا متى كنت على بعد خطوتين مني، حافظ على المسافة أرجوك. إنها العاشرة ليلا. أعطني بعض الشاي. قد مرت ساعة على موعد إغلاق المقهى. تطردني يا أبا صخر؟ يا صديقي. قد تبين لي أن الصديق غير موجود، لا وقت الفرج ولا وقت الضيق. أبا صخر، الأمر كذلك. 20 يوما مرت والكل نال نصيبه من الغنيمة إلا أنا، مثلي مثل الأطرش في الزفة. إنك لواهم يا أبا صخر. أريد حصتي من الغنيمة. إنكم معشر اللئام تتكلمون عن الأستاذ فاضل وعن الملايين، أين أنا من كل هذا؟ ثم كنت متواضعا، لم أطلب من الغنيمة أكثر من رأس الكبش. اسمع، قل ولن أنسى أنك قد أبديت اتجاه التعاون. إذا كان من غنيمة فالغانم فيها هو الأستاذ فاضل وحده. أتعني ما تقول؟ وأؤكده. إذن فرأس الكبش لدي، مع اللحم والشحم والصوف والعظم، لقد فاز بكل شيء. ولكنك تبدو كمن يرسم لخطة جديدة. لا، في رأسي بعض الأفكار تتعبني وتقلقني. ها؟ وليد بدار، يبدو أنني لن أغلق المقهى الليلة. وليد، أكاد أجن. ما بالك أنت الآخر؟ كيف تحضر إلى المقهى وأنت تعرف موعد إغلاقه؟ كنت هائما على وجهي ووجدت نور المقهى مضاءا، فأحسست برغبة ملحة إلى شايك بعيدا عن عنترة وسيرته والغبار الذي على وثار. ستشرب الشاي. وأنا أيضا. وأنت كذلك. ما الحكاية؟ المشاكل من جديد. خيرا، قد تبين لنا أن صاحبنا الأستاذ خالي الوفاض ولا يملك غير مرتبه. تضحك من أمالنا يا عباس؟ كف عن الضحك، إنك تثير أعصابي.
أضحك من الدنيا يا وليد. وما بال الدنيا؟ الدنيا شأن غريب وتقلب عجيب. أفهمني. تصور، تصور أن تنقلب المواقف وأصبح أنا ذا ثراء كبير. وكيف ذلك؟ سأتزوج من سمر ابنة الأورشلي. يرحمك الله، يرحمك الله يا عباس. يرحمني ويرحمك الله. عليك أن تنجو بجلدك من الأورشلية، وعليك أن تصر على سهام نكاية بذلك الأستاذ. هذه لمشاركة أبي صخر في المقهى، وهذه لتغيير أثاث الصالة، وهذه لشراء ما يلزمك من جهاز. هذه أبي، إذا استمر بك السهر هكذا فيجب أن تخصص جانبا من هذا المال نفقات طبابة وعلاج. سأنام، سأنام. من أين أجيء بالنوم وألف فكرة تدور في رأسي؟ أبي، إنني لا أطيق رؤية هذه الأموال. لماذا يا وفاء؟ أشم منها رائحة الاستغلال. استغلال. أيتها الساذجة، كان اتفاقا بالتراضي إن أحدا لم يسرق مال ذلك الأستاذ، إنه قد ورث 100 مليون، فأين يجيء هذا إلى جانب ثروته؟ قد جعلتني أشعر بالنوم لأنسى ما قلته وما صدعت به خاطري. هيا يا أستاذ اشرب هذا اللبن وقم بعدها إلى النوم. حاضر يا عزيز، سأشرب اللبن وأعدك أن أحاول النوم. أما ارتاح بالك بعد يا أستاذ؟ ليس بعد. أنا يا عزيز لست منزعجا لأن حلم تلك الثروة الوهمية قد تبخر. أنا منزعج من أجل سهام. ما لسهام؟ لعلها من الممكن أن تكون أكثر سعادة بوجود تلك الثروة. طالما الكلام عن امرأة فليس لي أن أعترض. أملي كبير يا عزيز أن تكون سهام
معدن آخر، ذلك المعدن الذي يسمو صاحبه فوق الجراح ويعلو فوق المادة. وهذا جائز، وإن شئت من عزيز الصراحة لقلت رأيي. قل يا عزيز. إنه لا يمكن لعاقل أن ينكر أهمية المال قطعا. ومن الخير أن يكون للمرء عصمة من مال. لا يا عزيز، هذا خطأ. من الخير أن يعود المرء نفسه بالقناعة، وقد قالوا الدنيا ساعة اجعلها إطاعة ونفسك الطماعة علمها القناعة. أنا مثلا، أنا لا أريد من الدنيا الآن إلا سهام، وسعادتي بسهام. إذن توكل على الله وقم إلى النوم. بل إلى محاولة النوم. شكرا يا عزيز. يكابر ويتجلد، ومما لا شك فيه أنه كان يريد تلك الثروة، ولكن كان يريدها من أجلي. هل اختمرت في رأسك فكرة ما يا عباس؟ أجل، ما هي؟ لا سبيل إلى التخلص من الأستاذ فاضل والحيلولة بينه وبين سهام إلا أن يرفض هو بالذات ذلك الزواج. وكيف؟ هل تتصوره يرفض؟ هناك أكثر من سبب يدفع الرجل العاقل للتخلي عن خطيبته. مثلا عدم الثقة من وجود الحب، وهذا سبب وجيه على ما أعتقد. إنه متأكد من عواطفها بصورة فظيعة. هناك سبب آخر للتخلي عنها، التضحية مثلا. التضحية؟ بالتأكيد، الرجل العاقل يتخلى عن كل مصالحه حين يشعر أن المرأة لن تكون سعيدة معه. كلام معقول وجيد، ولكنه لا ينطبق على حالة الأستاذ وسهام. نسوق الأمر إلى حيث ينطبق. وكيف؟ متى يشعر الرجل العاقل العادي بأن المرأة لن تكون سعيدة معه؟ في عدة أمور. وهل المرض الميؤوس من شفائه هو حالة من تلك الحالات؟ طبعا يا عباس، فالرجل العاقل والناضج متى أحس نفسه مريضا والمرض ميؤوس من شفائه عمد إلى التضحية بسعادته مقابل سعادة من يحب. هذه هي خطتي الجديدة، وإليك تفاصيلها. وفاء، كيف الحال؟ نحن بخير والحمد لله. كيف حال الوالد؟ الوالد بخير، مع كل صباح يزداد صحة وشبابا. الحمد لله. وفاء، لدي ما أخبرك به. خيرا، هل من شيء يتعلق بوليد؟ لا، الموضوع يتعلق بي وبفاضل. خيرا إن شاء الله. تبين أن الأستاذ فاضل لن يرث ولا قرشا واحدا لسبب بسيط، لأن عمه لم يتوفى بعد.
وهو بألف خير. قد أحزنني الخبر. أما أنا فلا. المهم. نعم يا سهام. أرجو منك أن تطلبي من وليد أن يأتي إليك وتمارسي عليه ضغطا حتى يكف عن حرطقاته ضد الأستاذ. أما أنا لوليد بأن يشعر برفعة نوعية الأستاذ فاضل. حسن يا سهام، سأتصرف وفي عدة اتجاهات. اطمئني. الله معك. كنت تتحدثين مع سهام من دون شك. أجل، هل من أخبار عن وليد؟ لا، الأستاذ فاضل. ما باله؟ أنفق مدخراته كلها تقريبا ولن يرث أموال عمه. كريم يا الله، كريم يا الله. هل تتصوري أن ذلك الأستاذ قد أعطاني 10,000 ليرة قبل ضياع الميراث منه؟ سترد إليه أمواله. ماذا؟ سترد إليه أمواله يا أبي. هل جننت؟ أرد عليه 10,000 ليرة؟ سوف تفعل يا أبي، إنه لن يطالبك بها على الإطلاق، ولكنك ستفعل، ستردها إليه، لأنك إنسان يحس بالآخرين، وسوف يسعدني أن أكون ابنة إنسان راق. أنام غنيا وأصبح فقيرا راقيا لأجل المثل العليا. إنك لشيء كثير على ابن بدار. إن لك قلبا من ذهب. كم أنا فخور بك. أبي. اطمئني يا ابنتي، اطمئني، إنسانيتي أكبر بكثير من أموال الدنيا بطولها وعرضها. لابد وأنه شعبان. أبا الأهوال، ما الذي جرى؟ تعال اجلس. ما الذي جرى يا أبا الأهوال؟ قد أحزنني أن عمك لم يموت. هداك الله يا أبا الأهوال. تفضل. ما هذا؟ ليراتك. ليراتي؟
ما الذي دهاك يا أبا الأهواش؟ نوبة من الإنسانية. هذا كل ما في الأمر، ولم تردني خائبا أبدا. قد أطلقت قسما أن تعود إليك 10,000 ليرة. يا أصيل يا ابن الأصيل. المهم يا عباس، الكيفية التي نستطيع بواسطتها من التسبب للأستاذ بحالة مرضية صعبة بحيث تمنعه إنسانيته الزواج من سهام. لنقل إنه توهم إصابته بالذبحة القلبية. ذبحة؟ ليتنا نستطيع إيهامه بذلك. بل نستطيع. وكيف؟ الأمر بسيط، نشتري من الصيدلية دواء مطهرا للأمعاء. من خواص هذا الدواء أنه يسبب لمتناوله المغص الشديد وألم الرأس والغثيان والصداع. هذه أعراض مشابهة لأعراض الذبحة القلبية. إنك تتناسى يا عباس تقدم الطب وحكاية التحاليل المخبرية التي من الصعب أن تخطئ. سيعرفون سبب ما به. سندس له الدواء المطهر في اللبن الذي يشربه دون علم منه. سيشعر بالأعراض، سيصاب بالذعر الشديد، وسيتم نقله إلى المستشفى الرئيسي في البلد. صح. ولدي هناك صديقي القديم فهم النوري الذي فصل من كلية الطب لسوء مسلكياته. سنغريه ليلعب دور الطبيب معه. فهم النوري عرفته، وسيؤكد له أنه مصاب بالذبحة القلبية، والبقية تأتي. إذا نجحنا في هذا كانت ضربتنا الأخيرة. سننجح. ستنال 1,000 ليرة مقابل الدور. أعتقد أنك بحاجة إليها. إنها مخاطرة، ستنكشف اللعبة وعندها لن أنجو من السجن. ما من أمر يخلو من المخاطرة. هذا صحيح. ستنفذ اللعبة إذن. سأحضر لك معطفا أبيض ترتديه وسماعة طبية لأذنيك. إلى أين؟ أحمل الحليب إلى الأستاذ سهراوي. أنتم تبيعون الحليب المغشوش؟ أبداً يا سيد، نحن من أسرة ريفية نعيش في الجوار، نملك أبكاراً نبيع حليبها التاجر إلى زبائن محددة، ومنهم الأستاذ فاضل. نحن من مكتب مكافحة الغش. لبن سليم، تحمله إلى الأستاذ. شكراً يا سيد.